وقيمه دييجو ارماندو مارادونا، وخصوصا انكم لعبتوا كمان في ايطاليا ويعني في نفس الوقت او في نفس الفتره الزمنيه. Guarda, io di Diego posso dire solamente bene perché بالنسبة لي كل حياتي وكل تاريخي كان مع دييغو أرماندو مارادونا، لأن مارادونا لم يكن فقط صديق في منتخب الأرجنتين لكن كان خصم أيضا عندما كان في نابولي وكنت ألعب في ليتشي. مارادونا كان رجل كبير ورجل عظيم، قام بفعل أشياء عظيمة في كرة القدم ولن يعوض، وخسارته خسارة كبيرة لكل العالم. كان صديق وكان أخ، لكن للأسف انتهاء قصة حياة مارادونا كانت قصة دراماتيكية لأنه كان قائد وكان كابتن عظيم. يمكن قبل رحيله ده يمكن اللي خلاني أقول إن العلاقة بينكم مستمرة، لأنها استمرت حتى لما قبل وفاته أو قبل رحيله مباشرة. يعني يمكن واحدة من الستوريز اللي عملها مارادونا على صفحاته الشخصية كانت إهداء ليك أنت شخصيا، تهنئة ليك بمناسبة عيد ميلادك، وكانت صورة جامعتك بدييجو أرماندو مارادونا، صورة من صور أو من ألبوم ذكرياته جامعتك بيه أثناء لحظة تتويجكم في كأس العالم 86. شعور رائع وشعور عظيم، لأن أنت تستقبل تهاني من دييغو أرماندو مارادونا كما يظهر على الجميع في الشاشة كانت لحظة سعيدة، لأن مارادونا لا ينسى دائما أصدقائه، لأن هذه هي كرة القدم. هناك أشياء كثيرة خارج أسوار كرة القدم وخارج الملاعب، هذه الصورة واحدة منها، وكانت لحظة سعيدة لي عندما قام مارادونا في عز مرضه وعز لحظاته الصعبة أن تذكرني وقام بإهداء هذا الأسطورة. بمناسبة اللحظات الصعبة خليني أسألك، لأنه يعني طبعا كان شيء مؤلم جدا إن احنا نودع نجم وموهبة بحجم دييجو أرماندو ومارادونا، لكن يمكن اللي كان أكثر إيلاما للناس فكرة إنه الملابسات المرتبطة برحيله والاتهامات المتبادلة وقصة إنه في ناس تسببت في رحيل مارادونا بشكل مباشر واتهامات الحقيقة بين عديد من الأطراف. إزاي شفت ده وإزاي أو إيه هي وجهة نظرك فيما يتعلق بكل الملابسات اللي كانت مرتبطة برحيل دييجو أرماندو مارادونا؟ أعتقد أن الأشياء التي ذكرتها شيء صعب جدا، لأن أحداث دراماتيكية مرت بقصة نهاية رحيل ووفاة دييغو أرماندو مارادونا، أشياء يجب أن يسأل عنها الطبيب الخاص بدييغو أرماندو مارادونا والمستشفى التي كان يمكث بها مارادونا. الشيء كان صعب جدا، وتفاجأنا لأن حالة مارادونا عندما ذكر لي أحد الأصدقاء الذين قاموا بزيارة دييغو، ذكر لي أنه كان يتحدث معهم وليس في غيبوبة كما ذكر الطبيب الخاص به. لكن رحيل مارادونا كان دراماتيكي، أتمنى أن يتم البث فيه وأن تفتح القضية مرة أخرى، لأن مارادونا كان شخص رائع وكان شخص عظيم، وأعتقد أنه أضاف للأرجنتين وأضاف للعالم كله، ولا يجب أن تكون نهايته هكذا. هتنقل معاك لليتشي، بداية لازم أبارك لك طبعا على عودة ليتشي مرة تانية للدوري الإيطالي. إزاي بتشوف فرصه في أنه يحقق حاجة السنة دي، على الأقل أنه يحجز مقعد ليه للمشاركة في البطولات الأوروبية؟ أعتقد من الصعب أن يكون ليتشي في أحد المراكز المؤهلة للدور الأوروبي، على الأقل لا أقول تشامبيونز ليج، لكن صعب لأن ليتشي ما زال فريق صغير وفريق قادم من السيريا بي. لكن أعتقد أن ليتشي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وجماهير عاشقة وشغوفة بكرة القدم، لكن أعتقد صعب أن يقومون بالمنافسة على البطولات الأوروبية. أنا أتمنى ذلك، لأن ليتشي قام بعمل سيزون عظيم في السيريا بي العام الماضي. لكن إذا كنت تتحدث على المنافسة على البطولات الأوروبية، البطولات الأوروبية تتطلب أشياء كبيرة وكثيرة. أعتقد أن ليتشي ليس مؤهل كي أكون صريح، لكن باعتباري في النهاية أحد أساطير هذا النادي، أتمنى أن يذهبون بعيدا، وأتمنى أن يقوموا على الأقل بالبقاء في دوري الدرجة الأولى السيريا.
اثنين من اهم نجوم الارجنتين. اتنقل بقى لملف الميركاتو او الانتقالات الصيفيه. اثنين من اهم نجوم الارجنتين الحقيقه غيروا وجهتهم الموسم ده في سوق الانتقالات، ابرزهم طبعا دي ماريا. بشوفه واحد من اللاعبين الحقيقه طبعا مشواره الاحترافي في منتهى الروعه. احنا بنتكلم على لاعب او ممثل فريق ريال مدريد، فريق مانشستر يونايتد، فريق بي اس جي، والسنه دي بينتقل للدوري الايطالي من بوابه اليوفنتوس. ازاي بتشوف انتقال دي ماريا وفرصه في النجاح مع في تجربته يعني مع اليوفي؟ اعتقد ان اليوفي قام بضربه قويه وضربه عظيمه في الميركاتو والتعاقد مع اللاعب الرائع دي ماريا، لان هو لاعب يستطيع ان يفعل كل شيء في كره القدم. اعتقد ان اليوفي قام بميركاتو عظيم كان اهمهم دي ماريا، لكن بالعوده للحديث عن ديبالا، لان ديبالا رائع جدا كلاعب، لاعب يقدم روعه في كره القدم. اتمنى من مورينيو ان يقوم بالدفع بديبالا دائما في المباريات، لانه سوف يساعد مورينيو ومشروع الجيلو روسي الذهاب. اعتقد واتمنى اذا كان مورينيو يفكر ايضا في مشروع يقوم ايضا بالتعاقد مع رونالدو مع ديبالا، سوف تكون ثنائيه عظيمه جدا لروما، لأن ديبالا يريد أن يلعب مونديال كأس العالم في قطر، وأعتقد أنه اختار الأصح والأفضل له في الأيام القادمة. بمناسبة كأس العالم أو قبل كأس العالم، خليني أسألك، النهاردة البي أس جي عنده مواجهة مع نونت الفرنسي في كأس سوبر. إزاي بتشوف انتقال ليو ميسي وتأثير ليو ميسي مع فريق بي أس جي؟ وهل تعتقد أن الموسم ده هو موسم البي أس جي أو موسم ميسي الحقيقي في ظهور ممكن يكون مؤثر، وهل ممكن يساعد على حصول الفريق على لقب الشامبيونز ليج ولا لا؟ اعتقد ان ميسي مثل كريستيانو رونالدو في هذه الايام اتحدث عن المعاناه التي يعانيها ليو ميسي، واعتقد انه فرصه رائعه وفرصه كبيره لليو ميسي انقاذ الموسم والحصول على بطوله بجانب الدوري. السوبر الفرنسي سوف تكون مباراه رائعه امام نانت، واعتقد انها سوف تكون مباراه ينتظرها الجميع وينتظرها المدرب ايضا لبي اس جي، ليرى ما اذا كان المشروع سوف يذهب الى الامام ام لا. لكن اتمنى ان يكون ميسي في ليلته الليله، وان يقوم بارسال رساله للعالم ان ميسي لم ينتهي، وان ينتظر ميسي في مونديال قطر، لان ميسي اتمنى ان ينهي حياته بالفوز للمونديال. ميسي يستطيع ان يفوز بالتشامبيونز ليج هذا العام، واعتقد انها اخر فرصه لليو ميسي. اتمنى ان يفوز بالتشامبيونز ويفوز ايضا بالارجنتين بكاس العالم. الارجنتين دايما عودتنا انها تقدم لنا نسخ مميزه من المهاجمين، وانت كنت واحد من المهاجمين المميزين سواء مع ليتشي او مع منتخب الارجنتين، وشفنا بعد كده جابرييل باتيستوتا، شفنا هيرنان كريسبو، شفنا هيجواين، ومؤخرا مين المهاجم الاكثر تميزا او المهاجم الافضل في الارجنتين من وجهه نظرك حاليا؟ وطبعا اجويرو عشان ما بقاش نسيت حد. اعتقد ان الان لدينا لاوتارو مارتينيز، لدينا ميسي، لدينا ديبالا. اعتقد ان هؤلاء قد يصنعون الفارق للتانجو. هناك لاعبون اخرون سيقومون ايضا بصنع الفارق للمنتخب الارجنتيني، يلعبون في جميع الدوريات، لكن مع احترامي لكل المنتخبات انجلترا والمانيا يلعبون كرة قدم رائعة، ولكن بالنسبة لنا هذا المونديال في هذا العام اعتقد من سيفوز به اما البرازيل او الارجنتين. بيدرو بابلو باسكولي بشكرك شكرا جزيلا، كل الشرف ان احنا نستقبلك على شاشه الاهلي، وكل التوفيق للكره الارجنتينيه ونجومها في كاس العالم.
دي كان فقرتنا او كان لقائنا مع واحد من اساطير منتخب الارجنتين اللي فاز وحق